سعيدين جدا وفرحانين واحنا نشارك ابنائنا الطلبه بالجامعه التقنيه الشماليه تخرجهم. مبروك لهم من كل اعماق قلوبنا كعسكر كقوات مسلحه، نتمنى ان يكونون ناس فعالين ان شاء الله في اعاده بناء الموصل، يرفدون العراق ان شاء الله بطاقات اخرى من اجل البناء. والشكر والثناء للاخ رئيس الجامعه، الهيئه التدريسيه، الكوادر اللي ساهمت في تخريج هؤلاء الطلبه. رسالتك الى هؤلاء الطلبه المتخرجين ولم يجدوا فرص للتعيينات، يعني بس ان شاء الله ان شاء الله الفرص ان شاء الله تنفتح. يعني هي هذه مرحله ازمه، ان شاء الله الازمه باذن الله تنفرج واسعار النفط ترجع من جديد، ان شاء الله نشوف الزراعه وبقيه يعني احنا ما نظل معتمدين على النفط، يعني ان شاء الله يظن تصير عندنا ثوره زراعيه بجهودهم بسواعدهم، ثوره في المجالات الاخرى. العراق لابد ان يغادر مساله النفط، يعني مساله النفط خطره بالمستقبل، لذلك اراد انه نفتح افاق اخرى. اكو دول ما عندها نفط ولا عندها اي موارد، لكن الان تعد من الدول المتقدمه اقتصاديا. احنا اذا نظل يعني بس بكلبين مساله النفط مستقبلنا راح يكون للاسف مظلم، لذلك لازم نفتح الافاق الاخرى وننفتح على كل قطاعات الحياه. تقيم الجامعة التقنية الشمالية احتفالية تخرج طلبتها، وهذه أول دورة تتخرج من مدينة الموصل بعد تحريرها من دنس داعش الإرهابي، وهذه الكوكبة من الطلبة فرحة لنا ولأهل مدينتنا بتخرجهم في هذه المدينة بعد أن حل السلام والأمان في هذه المدينة. احتفت الجامعة التقنية الشمالية اليوم بطلبتها خريجي المعهد التقني الموصل للعام الدراسي 17 و18، ويعتبر هذا أول احتفال بعد تحرير مدينة نينوى من محافظة نينوى من براثم داعش الإرهابي. ومن هذا الموقع نهنئ طلبتنا على هذا التخرج، ونشكر قناة الموصلية على تغطيتها لهذا الحفل التخرج.